وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن الله هو الذي يكشفه. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذا أرادني بخير لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا سبحانه وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه بشرى لكل من أصابه مرض أو أذى أو هم أو ظلم، بشرى من حبيبكم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. والله أيها الأحبة، إن هذا الحديث يدعو كل إنسان للتفاؤل، يدعو كل إنسان أن يفرح برحمة الله. الله تعالى هو القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يتحول المرض إلى فرح، يعني هذه قضية بالفعل غريبة جدا، كيف تحول الألم والمعاناة إلى فرح والسرور؟ استمع معي لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه. طيب، ما وضع هذا المسلم الذي أصابه الأذى سواء من مرض أو غير ذلك، أو هم أو غم أو ظلم يتعرض له، إلا حط الله به سيئاته، يحط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. سبحان الله، انظر معي أخي الحبيب، هذه الأشجار التي نراها كيف تتساقط منها الأوراق؟ من الضروري أن تتساقط لسلامة الشجرة لتعود دورة الحياة، وإلا لو كانت هذه الأوراق لا تتساقط لتزاحمت هذه الأوراق على بعضها ولأفنت الشجرة ذاتها. فسقوط هذه الأوراق هو رحمة بالله بهذه رحمة من الله بهذه الشجرة سبحانه وتعالى. طيب، أنا ماذا أستفيد من هذا الحديث؟ كل مسلم أصابه مرض النبي يبشره بأن هذا المرض يحط عنه ذنوبه، يساقط عنه ذنوبه. تخيل أنت يوم القيامة، هناك بعض الناس يأتون بذنوب كأمثال الجبال والعياذ بالله، يحملون وهم يحملون أوزارهم ذنوبهم يعني على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فتصور أخي الحبيب أن المرض وسيلة يخلصك من هذه الذنوب. هنا تتغير نظرتنا للمرض، يعني عندما قرأت هذا الحديث تغيرت نظرتي للمرض. أنا كنت أعتقد أن المرض هو عبارة عن فيروسات وبكتيريا وخلل يصيب جهاز ما من أجهزة الجسم وحادث يتعرض له الإنسان، وأن العملية كلها بالمصادفة، وأنني لو لم أذهب في هذا المشوار لم يصبني هذا الحادث، ولو أن قليلا لم يصبني هذا المرض، ولو ولو ولو. أنا الآن تغيرت نظرتي، إذن المرض هو بيد الله، يصيب به من يشاء من عباده. والله عز وجل عندما يريد أن يغفر ذنوب فلان يمرضه. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الشافي الحقيقي هو الله، ولكن الدواء والطب هي وسائل يسخرها الله ليخفف بها الألم عن عباده ولتمشي حركة الحياة. طبعا هذا لا يعني أنك لا تتعالج. النبي أمرنا، قال: تداووا عباد الله. ولكن أثناء عملية التداوي هناك أمراض قد يجلس صاحبها سنوات فيها،
أمراض تتعلق بالعظام والفقرات وكذا، قد يجلس سنوات. طيب ماذا يفعل؟ هذا الحديث يخفف عنه الألم، يخفف عنه المعاناة. ليه؟ لأنك عندما تعتقد أن الذي أصابك بهذا الأذى أو الشر أو هذا الضر هو الله ترتاح. أنا أعتقد أن الله لا يكتب لي إلا الخير ولا يصيبني إلا بالخير، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلا خيرا ولا يختار لي إلا الخير سبحانه وتعالى. فإذا هذا المرض فيه خير أنا لا أراه، ولكن أنا أصبحت أرى ذنوبي تتساقط كأوراق الشجر، أصبحت أرى أن الله أراد أن ينقيني، أن يطهرني من الذنب، فسخر هذا المرض كوسيلة للتخلص من هذه الذنوب، وهذا يدل على أن الله يحبني. طيب الله عز وجل هنا ماذا يقول؟ قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني أيها الإنسان يجب أن تعتقد أولا أن هذا الضر حدث بإذن الله، ليس رغما عن الله، حاشا لله أن يحدث شيء في الكون إلا أن يأذن به الله عز وجل. طبعا الله لا يريد الشر لعباده ولا يرضى بالظلم، ولكن عندما يحدث هذا الأمر يحدث بإذن الله، لا يستطيع أحد أن يحرك شيئا في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أخي الحبيب، ما دام الله عز وجل أصابني بهذا الضر، وإن يمسسك الله، الله هو الفاعل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذن الله هو الذي يكشفه. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، إذا أرادني بخير لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أريد منك أخي الحبيب أن تغير ثقافتك، غير نظرتك للأمور. بدلا من أن تعتقد أن المصادفة هي التي أصابتك بالمرض، اعتقد أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وهو الذي يحرك الكون، وهو القادر على شفائك، وأنه اختارك لتصاب بهذا المرض من أجل أن يغفر ذنوبك، أن يطهرك، أن يرفع درجتك عنده يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا درجات عنده، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.